مساء الخير عليكم. ما درتش الله شي 3 ايام ولا 4 ايام، جاني راسي غريبة. اهلا مرحبا، كندير اليوم ديك اللعيبة ديالها. اش اخباركم؟ ويلي غلطيت، كنقلب ورا ما كنشوفش ورا بلاصه. بغا ناخذ الكريم ديالي ديال يدي. انت فينك؟ ها يدي العيش فين؟ عرفتو يومين ما درتوش مع البرد. توحشناك على سلامتك، الله يسلمك اختي. انا ارتاح شويه بزاف، البنات صيفطوا ليا قالوا ليا جيتي زوينه، ربي يخليك جنات. بزاف الناس قالوا لي كنهضر شويه، حيت ولي ناس صيفطوا لي مجد عرفناك غبرتي عييتي، ولكن هكا كتقول لي. كنقول بيني وبين راسي خليها ترتاح، واخا كنت وحشوك خليها ترتاح مع قله الناس. انا ما كناش بزاف، اسمي مجده كيما انتي. تشرفين حبيبه. الله يا اختي، اختي انا وليت عرفتي فاش كت تبلاي بلي ضغطة لي ضغطاسيون مشكلة، متقدريش تبقاي بلا ما تيضغط، كيجيوك يديك ناشفين. اش كتعاودو؟ ايوا ما درتش ليكم اللايف هادي 4 ايام، هذا ما كنتش موجدة لي والله الا الله. بدلت حوايجي لبست هذا، هذا هو اللي كنت قلت لكم خديتو معايا سوا، كيعجبوني الثوب ديالهم هكا خفيف. يعني تلبسيه برا تلبسيه في الدار مرتاحة. ويلا لو فقلت لكم انا جزائريه نتابعك من بداياتك في يوتيوب. مرحبا حبيبه، خليك ليلي، هي اللي سميتها مجده بحالي. فقلت لكم علاش كنت كنهضر، والله حتى نسيت. ايوا يا لالا صافي، قلت لنا هلا امينه، جهدي صوتك. واخا نجهد راه باقا ما جمعش لينيرجي مزيان. المهم قلت لكم قله النعاس هادي هادي، عييت كنت كنهضر على ليدغاتاسيون اللي تفادي. عييت قلت نرتاح شويه، ارتاحيت هذيك 3 ايام ما درت لا لايف لا ستوري وما شديتش التليفون، ما هضرتش مع صحاباتي. تشطنوا كيعيطوا لي كلهم مجده ياك لاباس. ضروري الانسان ملي يحس براسو عيا يدير بوز، تصنطوا الجسم ديالك. مني ماشي ما كنهضرش على العكس، سلام امينه، ما كنهضرش على العكس. كاين فرق بين انك تبقى تصنط ليا ديما الجسم ديالك وديما ناعس 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 ناعس، كاين فرق بين انك تكون كتخدم كدير اللي عليك كتحفظ، وواحد اللحظه كتحس براسك ما عندكش لونفي دير حتى حاجه، باغي غير تكا وتفرج. بزاف الناس ما كيفرقوش بين العكس وبين التعب. العكس هو ملي انت ما كدير حتى حاجه في حياتك، ما عندك حتى حاجه كتحرقك كتاكل منك، ورغم ذلك ما كدير حتى حاجه. هادي هذا كيتسمى عكس، ولكن انك تكون كتقرا وهادي بحال كيجي عندي بنات كتخدم هي 12 ساعه في النهار كتقول لك انا معكازه ما كندير والو، طبيعي حيت عندك احتراق مهني. تحرقتي 12 ساعه في النهار ديالك كتحرقي، اش كتبقى لك 12 ساعه اخرى؟ الا نعستي 8 سوايع بقات عندك 4 سوايع، نديرو فيها بوز ديال اونتر ميدي دو واحد ساعه ونص، هي بقات عندك ساعتين ونص. لا بابا ساعتين ونص، ساعتين ونص، نص ساعه الفطور نص ساعه العشاء، هي بقات عندك ساعه ونص. هذيك ساعه ونص فرقها على لي بوز وتواليت وهادي حاجه صافي ساليت. امتى غديري اصلا شي حاجه اخرى؟ فهمتي؟ يعني ماشي حاجه تاولوا عكس، ماشي عكس، يعني انك تي اصلا ما عندهاش الوقت فين دير شي حاجه اخرى، وديك الساعه اللي غتبقى عندها من حقها ترتاح فيها. فما نجيوش نقولوا على راسنا معكازين على والو. داكشي علاش ضروري كنقول لكم خصكم ضروري تكون عندكم شي اكتيفيتي اللي كتفرغوا فيها الطاقه الخايبه، اكتيفيتي اللي كتشحنوا بها الطاقه زوينه. خاص يكون عندكم واحد الوقيته ديال راسكم وزيد وزيد. دونك انا من داك الناس، وسورتو سورتو هادي الناس اللي كيكون عندهم بزنس ديالهم، الناس اللي كيكونوا الله كنهضر بالصحه مجده ما عرفتش شنو قالت.
فقلت لكم مني كيفاش نتشافى من الاكتئاب ومرض الوسواس القهري. بسيكولوج بسيكياتر يعطيك الدواء. اكتئاب خدمه البسيكولوج ولا بسيكياتر، يعني كتبدا بسيكياتر كيقدر يعطيك الدواء باش توازني القضيه، غادي يبدا يخدم معاك بسيكولوج ثيرابي. دونك حيت ملي كنقولوا مرض كتمشي عند الطبيب، مرض الطبيب، جوده الحياه كوتش، هاد الشيء عرفتي كل لايف كنعاود نفس الهضره، بزاف البنات باقي ما فهموش القضيه. صوتك بحال حنان، شو حنان فاضل ياك كلشي كيقول لي. دونك قلت لكم انا من داك النوع، سورتو قلت لكم فاش كتكون في لونتربرينيا البروجي ديالك، قد ما خدمتي قد ما ربحتي، هادي كتكون متحمس باغي تزيد تخدم، ما كتحش بالعياء، ما كتحش بالعياء، راك عيان وجسمك مرتاح محتاج يرتاح ودماغك محتاج يرتاح، كل شيء فيك محتاج يرتاح، ولكن انت الحماس اللي فيك كيحسك بانك ما باغيش ترتاح. كنا 3 سوايع في النهار كنت، يعني هاد البيريود الاخر حتى وليت انا لا كنوض كيبان لي النجوم، عرفتي ديك ديال كتنوضي بالزربه كتوقفي كيبان لك النجوم وكيدور لك مخك كتجلسي كيقول لك حيت وقفتي بالزربه عاودي. انا هذيك 3 ايام وانا هكا 3 ايام كنوض كيبان لي النجوم كنرجع نجلس، كنوض كيبان لي النجوم كنرجع نجلس، النجوم هكا كيبانوا عرفتو. صافي كنعس 3 سوايع نرجع نفيق، نعس 3 سوايع عرفتي داك النعاس اللي، حيت انا كنت كنعس 24 ساعة كنعس فيها 3 سوايع 21 ساعة حيدي منا الا حيدنا الدار ولدي الشقة هذا شي 6 سوايع وشي الاخر كله خدمة خدمة خدمة، والسوايع اللي كنكون فيهم كندير شي حاجة ولا نشقى في الدار ديما كنفكر في البزنس ديالي كيفاش غنطورها كيفاش داكشي. علاش كنقول لهم علاش غتلقاو الناس اللي في الوظيفه مهلين في راسهم اكثر من الناس اللي عندهم بزنس ديالهم، سورتو اللي في مرحله البناء، حيت صافي ملي كتكون وصلتي لواحد المرحله حطيتي السيستم الناس خدامين، وخا دابا انا عندي ليكيب ديالي خدامين معايا مي باقا واقفه على الخدمه بزاف، باقا ما وصلتش للمرحله ديال، وما كنظنش غنوصل لديك المرحله ديال الناس في الدار الناس خدامين بلاصتي، ما كنظنش. اي بزاف الناس كيتخيلوا انك ملي صافي كتحط الناس خدامين ديك الشركه كتنعس في الدار، كتلقى مول المحل هو الاول كيجي مع الفجر يحل، الناس اللي متوظفين ما يجيوش، هو كتلقى معاه 5 الصباح هو الاول يدخل المحل هو الاخر يخرج. كايناش هذيك فكره غلط صراحه، وانا ما كنظنش نوصل 40 عام وغنبقى واقفه على شغلي. فالمهم ولكن على الاقل كتقدر تولي تنفس على راسك، تمشي لعطله شهر ماشي مشكل، الخدمه السيستم واقف وزيد وزيد. في مرحلة البناء كتلقى الموظفين مهلين في راسهم، علاش كتدخل مع 8 الصباح هذه بونكي ولا اي حاجة كتلقايا طالون ولابسه ومصيبة الشعر وماكيا وهذا، مع الصباح تمشي للبيرو كتخرج اونتخ ميدي دو تغدى مع الناس اللي خدامين معاه ولا مع العائلة ولا هذا. من ورا دخلي امينة، ما عرفتش واش باقا معنا في اللايف ولا لا، دابا الا كانت باقا في اللايف ندخلو امينة، الا باقا صيفط ميساج ديسپونيبل. فقلت لكم صافي كتخرج مع 6 ما غتبقاش تفكر هي المول البنكة واش غيدير السيزي ولا لا، ما غتفكرش المول الشركه واش انت واش كيفاش غنزيد ليه الارباح كيفاش غنخدم ليه ماركتينغ كيفاش ما غتفكرش بزاف، غتدخل غدير خدمتها غتخرج، ما غتبقايش تفكري ليه، غتمشي غتمتع مع صحاباتها غدير كافي. باغ كونطخ لا، اللي كيكون الخدمه ديالو عنده ليل ونهار وعقلو كيدور كتلقى غادي بحرتك، سورتو في المرحله الاولى راكم عاقلين عليا في المغرب شي يلاه بديت الاي كوميرس كاين السيرات ماكياج زيرو والو حتي راه ما نعاودش ليكم محرتك بمعنى الكلمه، سيرفيت سبادري سبادري وحده اديداس طوطحتها معايا مزيان، كاينه ديبلاصه ديبلاصه من هنا لهي الطوموبيل الزحامات ما يمكنش وي اطون بس الفولار سامارش وي ما كتهنيش كتبغي تكوني حاضره مي ضروري مره مره سويتش اوف دنيا، حتى هي عندهم الريستو ديالهم كاع الناس اللي عندهم بيزنس ديالهم غيفهموا، ما كاين عندك سبت وحد ما كاين عندك ليل ما كاين عندك نهار ديما نتايا خدمه، شي تف الوقيته اللي كتكون فيها اوف راه ما كتقدرش تقوفا ما كتقدرش تسد دماغك كيبقى ديما ما عرفتش كيفاش نقول لك شي محادثه عادي ولا تشوف غير شي جيست عادي برا كتبدي تقول هذه زوينه في خدمتي كيفاش نقدر نستعملها بزاف الحوايج. وحاجه واحده اخرى
حاجه واحده اخرى اللي بغيت نقولها لكم قبيله تاعت انتباهي، دخلت لي ميساج كنشوف لي ميساج ديال البنات، قوه الكلمه. كنشوف الكلمات باش كيهضروا معايا الناس، الكلمه ديال كيفاش كيستعملوا. وكندخل وكنرجع كامل داك لي ستوري كامل كيفاش هضرت معايا، كتلقايا مصطفى في 2021 2022 فهمتي انا، يلا شفت الميساج ديال دابا كنرجع له. هي هضرتها هكاك، المنهج المنهجية ديالها هكاك. وزيد وزيد أمينة درتي الزيف، فمني كلشي عجباتو الهضرة ديال أمينة حتى في يوتيوب، حطيت اللايف حتى أنا بنات كيسولوني عليها هضرتها حلوة. أنا جيت كاتلك صافي، أنا صيفطلك انفيتاسيون. دابا وحدك ديما كيهضروا بالسلبي، انا حياتي ما كتقاد حتى حاجه، انا هادي ما كتوقع لي حتى حاجه، ما كتغير حتى حاجه، ديما النفي نفي 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 نفي، ما غتبقى حتى حاجه ديما بلاصت. كيفاش غنشرحها لكم؟ بلاصت على اللي ما باغيش اكثر ما مركزين على اللي باغين. يعني بلاصت ما يقولك انا بغيت السلام مرتاح، كيقول لك انا بغيت نتهنى من هذا الستريس وداكشي. امونة فقلت لكم سميتو عندكم تقول لهم فيا الصواب، راه يلا كنا كنهضروا ابل قبيله واتساب، راه كنهضروا حنا 24 ل 24 داكشي. اش ما قلتش لها السلام كثيره على بالك؟ السلام عليكم كثيره صباح الله وشي الحمد لله. كنهضر ليهم ركبتي في اللايف على قوه الكلمه والطريقه باش كيهضروا الناس كل نهار، ما كيردوش لها البال، كلها مركزه على اللي ما باغيش. مثلا اللي باغا فورمه زوينه ما كتقولش انا بغيت عندي فورمه صحيه زوينه، هذيك تقول لك انا مابقيتش بغيت نبقى غليظه، كيفاش نتخلص من الوزن، كيفاش ما مركزاش على الجمال اللي باغا هي قد ما مركزه على الغلط. الغلط كلمه الغلط شو شحال من مره تلقاها كتكررها في النهار. ناري غلاضيت بزاف، ناري بقات كتجي معايا حتى حاجه فورمتي خايبه، ناري يعني كون غير تركز على الفورما الزوينه. علاش كيقول لك لا بغيتي ترقى سيري شوفي شي تصويره رقيقه ديالك شحال هذه وحطها في فون ديكرون باش تركزي على ديك الفورما باش توصلي ديك الفورما. هما ديما العكس، بلاصه ما يقول باغي ننجح، بلاصه ما يقول باغي ننجح كيقول ما بغيتش نبقى انا فاشل واقف في بلاصتي. تيشوف الانسان في البلاصه اللي فارغه في كاس، ما تيشوفش البلاصه العامره. اكزاكتومون، هذه انك تركز على الجانب الفارغ من الكاس. اغلبيه تاع لي كوتش اللي تكونوا اللي تيهضروا كيبحال احنا دائما قوه الكلمه والتفكير. عرفت شنو هي قوه الكلمه؟ كبيره، راه تقدر كلمه واحده تقدر تبدل لك حياتك كامله. كلمه هي خلا ما عقلتش فين سمعتها، قال لك الورد اليومي ديالك هو داك الكلام. فوالا تخيل معايا واحد الورد ديالو اليومي هو كيهضر على النجاح، باغي النجاح، كيخدم على النجاح، كيجلس مع ناس كيهضروا على النجاح، كلشي طامح في حياته. واحد الورد اليومي ديالو هو ما عندنا والو والو. دابا الناس دابا الناس رابطين الورد غير غير بالتين، فهمتي الاستغفار بالتين، الوغ كو الورد راه يقدر ماشي استغفار، داكشي تبدل كيخرج من فمك كيف ما كان. هذاك هو الورد، يعني كدير ورد يومي ديال مثلا غتقول ممكن ذكر، ممكن تقدر تقول اي حاجه. هذيك المره كنهضر انا وياك في التليفون انا وامينه فين هاد القاعده، ولدي اش كنت قلت لي زعما عصبني وغندها لي، اش قلت لي؟ قلت لي الله يهديك، ما حقاش الله يرحمنا ويرحمك في الدنيا قبل الاخره. عرفتوا تخيلوا ولدي هرس كاس ما عرفتش مع الصبي، يا ربي ترحمنا وترحمك في الدنيا قبل الاخره يا ولدي. هذا هو الدعيوات، او لا يا ربي يا ولدي والله يسهل عليك. والله يسهل عليك، يعني ماشي هو هادي ناري ردوا البال شنو كيخرج من فمك. اي دايوغ في لي فورماسيون انتبهتي ليها، في لي فورماسيون اللي درتي اللي حضرنا لهم سواء الاهداف لي فورماسيون كاملهم، اغلبيه الناس اغلبيه دابا في الاول فاش يبداو سبحان الله عدم الدوره تيكونوا تيهضروا لا نيجاتيفيتي، فهمتي؟ تيقول لك انا من الاخر ديال الدوره كلشي سبحان الله عدم شتي واش انا راه حطيت طريقه الكلام في الاول فاش يلاه تيبدا الدوره فاش نبداو نخدموا على المعتقدات فاش بدنا على كلهم مركزين على داك الشيء اللي باغيين ما باغيينوش في حياتهم. يقول لك انا لي سيف كري اشنو باغيه بعدا، شنو باغيه
وهضري على شنو باغية باغية. راه ديما كنقول لهم انا ماشي انا ما بغيتش هكا، قولي شنو بغيت، ايه شنو شنو بغيت؟ بغيتي. راه ديما كنقول لهم هاد القضية، العقل ديالنا بغاو يقولوا ليه الكون، بغاو يقولوا ليه الكون اللي مسخرنا عند الله، بغاو يقولوا ليه الملائكة وجنود الله في الأرض السماوات جميعا من مسخرنينا، ما كيفهمش هو. انتي فاش قلتي انا ما بغيتش نبقى في هذا الفقر، انا ما بغيتش نبقى في هذه الحاله، ما كيفهمش هو. هذيك الكلمه اللي كتدور في فمك ولا كتدور كفكره، قتلني هذا الفقر، ما بقيتش باغي نبقى هكا، هو ما كيفهمش. كيسمع الفقر كلمه ككلمه، كيظن انك انت باغا الفقر. سالينا سالينا ما وانكور بيه واحد الحاجه واعره تقولي لا فخاز لا فخاز كل شيء تقول لك انا مزيان 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 هذا تو بدا مي عرفتيش مي ما تعرفوش يا خدام قالوا تيجي لي مورا مي تي قالوا لي كاع داكشي اللي بغيتي تقولي باي كيعاني باي لي كاع داكشي يسد لك المي مورا ياخذ مي لي مورا مي انا كندير هادي مثلا هانتي كيبدا يفعل السعي، انا كنخدم وكندير هادي ولكن راه اللي حطيت فيه يدي ما كتصدقش. عرفتي وحده اخرى راه كاع بداكشي وحده كله اخرى بزاف. هو انت واعر واحد الجمله واعره مثال دارت معاه فريمون بالون رد لها البال دي مثلا شي حد يكون باغي يدير ان بروجي ولا اللي كان تبدا يقول لك انا درت كل شيء مشيت فكرت على الفكره درت البروجي درت من السيت ويب درت انستغرام خدمت على لي سيرفيس هذا وهذا انا درت كل شيء علاش كده انا درت كل شيء ياك بحال تقولي الكينونه نتاعك السيرفو نتاعك ديجا دماغك حبس ما تفكرش حنا اصلا درنا كل شيء درنا كل شيء. شنو السؤال اللي خصو يتسول؟ ماشي انا درت كلشي، اش نقدر اونكوغ كاين نزيد شي حاجة باش نأمليوري هذيك لا سيتواسيون؟ وديما انا كنقول لهم الا ومن ناحية اخرى، اولا لو سيرفو كيبقى فما يبقاش يجيب لك احتمالات صافي صافي وافكار والالهام حيت صافي سيتي. من ناحية اخرى درت كلشي ولكن وما صدقش. هنا اش كدير؟ راه بحالنا راه ما يمكنش، واش ربي ضام؟ كنت درتي كلشي ربي ما بغاش يعطيك. من واحد الناحية عرفتي شناهي، انا ضحيه، انا درت اللي عليا كلش، ربي كيقول لك انت سعى والنتيجه عليا، المجتمع وانما رزقكم في السماء وما توعدون. انت تقول لي درتي المجتمع ما ربي ما عطاكش، هادشي هو اللي ان حنا وهذيك الجمله وهذا المعتقد ديال الجمله ما عطاش الله، هادشي اللي عطى الله. عرفتي هادي شناهي شحال مغلوطه، ولكن عرفت شحال واحد في لسانه هادي، واش اللي عطى الله ما كتبش ما كتبهاش الله، اي حاجه ما جابش تربى الله، الله ما عرفتي دارش شنو راك الله، كارثه تنديرو في راسك كارثه 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 عظمى. وتا هي نوع من دور الضحيه. هل كاين اللي كيلوم المجتمع؟ كاين اللي كيلوم المجتمع والناس هذا، وكاين اللي كيلوم الله. انا راه كتلوم الله، ربي اللي ما جابش، انا اما انا راني داير كلشي، ربي اللي ما جابش. لا لا انا يعني ما لاحظت عرفتش الدورات الناس ومين مورا الدورات فاش درت في ذاك الجروب واتساب اللي كيهضروا فيه البنات الواد تشوفي بالنورة بحال عاد تغيروا افكارهم معتقدات بيان سور. داك اللي خدمتي على البي ان اللي فاش كنا خدمو دابا البي ان اي دابا الافكار هو معتقد كيكون هنا هو منين كينطلقوا الافكار كيبداو يجيو. غيرنا ملي كتمشي للاساس وكتجبد داك المعتقد الخايب كتحيدو كدير بلاصتو بوزيتيف، الافكار كيوليو بوزيتيف اوتوماتيكمون. يعني راه كلشي اساس ديالو معتقد كل. لا راه كارثه، راه كارثة انك تحس يعني. والمشكلة انهم ملي كتجي الا جيتي تهضر معاه، ما كنبغيش نهضر فيها من هاد الناحية بزاف، الا جيتي تهضر معاه كيقول لك انا مؤمن بزاف ومآمن بالله ربي عمرو يخيبني وعمرو هادي وعمرو هادي، كيوم ميم طون كيقول لك ما جابش الله، ما عطاش هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطانا. يعني هادشي انه يقوله راه كيعني انك انت مآمن في الاصل ان ربي، والعياذ بالله، ربي ماشي الله من العبيد. يعني هذا كله بحال وعي راه كيعقل جمعي، من بغى ويحيد لمن بغى، هي هذه كاينه وعي جمعي. هذا كاين عندنا الدول العربيه ولا حتى احنا المغرب حنا هكا، ما يمكنش تدير اللي عليك وربي ما يعطيكش الا كنتي دايره من جميع النواحي. يعني مثلا اللي كيقولوا انا داير كل شيء، انا داير كل شيء، ما كيشوفش، كيشوفها من ناحيه الخطوات ا بي سي. الجهه الروحانيه كتصلي كتذكر الله كتتقى الله في هذيك الخدمه، ما كتغيش بدا نفسي جوانب بدا نفسي راه اي غير نفسي. واش انت باغي ديجا ديك الخدمه؟ باسكو انا لقيت واحد وحده مع الخدمه اللي تاخد
وداكشي مع تنكوتشي الناس في البيزنس وهذا، تيبان لك تلقي واحد دار واحد البروجي ملونسي في واحد البروجي يحقاش سمع واحد اخر قال لي راه فيه فلوس، فهمتي؟ واصلا ما عجبوش ما بغيش ما تيفهمش فيه، نعطيك شوف واحد انا ليكزومبل غيره. ديال واحد تركيه هنا، اش وقع ليها؟ غادي تشري، باغا تشري واحد الدار صيفيه على البحر في بودروم. هي علاش غادي تشريها؟ هي عندها مهم تبارك الله، عندها الخير وكتهتم بالمجال ديال التنميه، ما مخليه حتى دوره ما واخداها، يعني كتطور راسها والنيه وهذا الشيء، جامعه هي بين الطاقه وبين هذا وبين الابراج، المهم مخلطه، هي انفلونسوز. قالت لهم ديك الدار باغا نشري فيها فلوس واجدين ماشي واجد، تفاهمنا مع السيد، قررت في 6 شهور دغيا لقيناها و صافي باغاها. قالت غادي يديروا، ما عرفت غيتكاتبوا الغد لي ولا ما عرفت شنو. حتى ذاك النهار ما ذكرتش لي ديتاي، ما قالت لك انيلات لافير كامله، ما عرفتش. قالت لك كان علاش كتكتب بزاف، هي كتكتب افكارها كلشي الورقه والسي في الصديق. كي رجعت للدار كنقول كيفاش كاين شي غلط، ما يمكنش انا حاطه النيه باش نشري هاد الدار، فلوسها واجدين، السيد مفاهمين معاه كل شيء، ما تيسراتش، دونك كاين شي غلط. ما قالش كاين شي اللي جاب الله ولا ما كتبش، نو كاين غلط. باش رجعت كتراجع، قالت لك في شهرين وانا جالسه كل مره نبقى نسول في راسي ونكتب، ممكن تكون هادو كتقول احتمالات، تفكر وتفكر كتسول اسئله، راك عارفه اسئله شحال في الاخر. قالت لك عاد وصلت للجواب، انني ماشي انا اللي كتبها، غير الضغط ديال راجلي وولادي باغيين في هذيك المنطقه. انا ما باغاش المنطقه ديال البحر، انا باغا في ريزي في طرابزون، البحر الاسود فين كاين الخضوره، كانت باغا بحال الكوخ كيف بيرنا. قالت لك في الاخر اكتشفت ان هذيك النيه ما كانش ديالي، داك الشيء علاش ما قدرتش هي ناخذ داكشي النيه، علاش ما نقولوا خرجتش لولادك من الداخل. ما تضحكش نيتك تدخل في نوايا واحدين اخرين، دخلت بنيتك في اكزاكت، واحد ما كانت اخر. النيه ديال ولادها وراجلها باغينا. ولكن هنا هذه راه واحد الحاجه مهمه بزاف، الناس ملي ما كتحققش لهم شي حاجه كيبداو يسخطوا، ما جابش الله هادي وانا ما عنديش الزهر وانا، ولكن راه الا جاو يقلبوا. شوفي النيه الا ما تحققش، سواء ما فيهاش خير لك، سواء ماشي الوقت المناسب، الوقت الالهي ماشي هو الوقت ديالك، انت باغي دابا عاجلا هذا، سواء المهم كاينه شي حاجه، سواء ماشي نيتك اصلا، انت هذيك الخدمه ما دايرهاش حيت انت باغيها، حيت النيه ما خرجتش من القلب، النية خارجة مادية. كاين فرق بين النية الروحانية والنية المادية، الروحانية كتوصل نيشان، والنية مادية حيت فلان دار بزاف الفلوس من داكشي الخدمة اللي تاعو. طاري دابا، دابا هادشي فاش هادشي هذا هو سوشيال ميديا البروبليماتيك اللي ولا لنا دابا حنا عايشين فيه. داكشي علاش انا كنقول ديما كيقول لك عطيني امثلة ديال المشاريع، كنقول ما كاينش مشروع احسن لا من مشروع، كاين شي حاجة مناسبة انت واللي تقدر ما تناسبنيش انا واللي مناسبة لي انا. مثلا اصلا راه كلشي تجارة، اللي جينا نهضرو كلشي تجارة، حلاق كتاخد سيرفيس كتخلص، غتبيع بحال كنتي لي بيجو غتخلص حوايج ديال لي بيبي، سيرفيس ديال كوتشينغ، كلشي سيرفيس برودوي، طاكسي كتخلص، تجارة هي العالم كله تجارة، شارك حوايج تجارة كتخلص، تجارة مقابل الضوء. ولكن انت خاصك تمشي تختار، انت باغي دير تجاره، فهمت؟ كلشي باغي يدير تجاره الكترونيه ولا عادي، خاصك تشوف شنو التجاره اللي انت باغيها، اللي غادي تعشق تخدم فيها، كيفاش نوض الصباح فهمت؟ مثلا تخدم مثلا انت قبل ما تهضري معايا انا كنت خدامه، فهمتي؟ حاجه اللي ماشي كتعطي فيها خدامه، فجي الصباح تتخدمي انت حتى تبقاش من وقيتها، فهمتي؟ كتخدمي شي حاجه اكزاكتومون، لانك حتى لو خدمتي فيها بزاف ما كتحسيهاش اصلا ماشي خدمه، ماشي شي حاجه، وكتعطي فيها مش فكتعطي حاجه اللي فيها. خدام طالع لك بحال انا. البنات شنو كيقولوا لي في الدوره باقيين في لي لايف، كيقول لك ماشي داك باش عجبتنا. اولا الدوره نورمالمون 3 سوايع، انا عطيتهم 3 سوايع ونص، كادو اخر 6 سوايع ونص صافي. زائد قالت لك ما تسمعي البنات كلهم، قال لك ما حسينا بحتى لحظه، كلشي سول كنتي حاضره، ما خلاو حتى سؤال، يعني جاوب بحال دي ميني سيونس انديفيدوال والله كل وحده، العظيم قالت لي من بعد كل درتي لهم وحده وماشي سيونس 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 الوحده، في نفس الدوره بحال اللي قلتي، جوج ثلاثه سيونس هذه، جوج هذه، جوج هذه، فيما كيسولوا قال لك ما حسيناش بمجده مره واحده. وهاد الانرجي ديال مجده اوف صافي، ما تبقاوش تسولوا وسكتوا، ما حسوش بها حيت ما كانتش. وبالعكس راك شفتي اللي حشماني، كنت كنقول لهم البنات الحشمانه غتجيبها في ومام راسها، هاضروا ما حدكم هنا. انا بروفيت لو فات كل واحد يسول دي فوا، بعض المرات بحال هذاك نتاع شي حد تيشرب تتعشقي تشربي معاه، شي حد تيتي شي سؤال انت اصلا باغي ديك الساعه ما طاحش عليك البروبليم،
هو سولك بحال جاوب عليك، سبحان الله العظيم. وجيت اشمن زوين ملي كيوقع لي الدوران. الدوره مثلا كنهضر كل سؤال ديالهم كيفكرني في موضوع. واحد البنت قالت لك انا، ولكن انا منين كنقلب على الخلل في شي حاجه باغاها كنبقى متعصب، كنبغي دغيا نلقى الحل. ورا ما كايناش هادي، عرفتي حنا كنطرحوا السؤال وتكوني اكيده ان ربي غيجيب لك الهام، سوا فكره سوا ميساج سوا صاحبتك غتعيط لك بالصدفه غيتحل الموضوع. شحال من مره سميتك وبيضاء اصلا تكتبي امينه، كنكونوا كنهضروا حنا في شي موضوع عادي يكون ساكت. عندك صديق هو الكتاب اصلا ضروري تكتبي وخاصه شحال من مره امينه حنا الجواب. كنكونوا كنهضروا عادي حتى كيجبد شي موضوع، سوا انت هي كتوصلي الادراك ديال شي حاجه سوا انا عاقله، وكنبقاو جالسين وكنبقاو نقول لها امينه لحظه الادراك لحظه تحتي امتزاج، حتى هي كتقول لي مجده انا هاد الحاج. شوفي غسولك لقي السؤال، قول يا ربي اني اسالك فين انا دايره غلط، يا ربي الهمني الجواب وريني الطريق وريني هذا، وفعلي المراقبه. راه قلت اسم لك ديك الله المره العظيم، نيت ديك صافي، المره قلنا نيت اصلا ديما تنقولها عليهم انا، يعني اسم الله ممكن الرحيم يجي الجواب وما تكتبيه. تشوفيش الا ما مراقباش. راه ما استحقيتيش الجواب، ما تيجيكش اصلا، ما تيجي واخا يجي كيدوز من حداك يستحق. شوفي شحال ما من تشوفي بروجي مثلا تقولي شوف هذا البروجي كان عندي في دماغي، تتيبان لك شي حد دايره وجهتي تبيني اللي ما درتوش، بحال ما استحقيتيش، ما كنتيش في ذاك الوقيته، ما كنتيش، ما كانش جاتك في دماغك غير كومونتي ما ماشي خدمتيش ديالك، عليه يعني، ماشي ديالك. جاتك الفرصة، ولكن الفرص راه كيجيو ديما كيجيوش، ولكن ولكن اللي على حسب كيستحق فوالا رغم هادشي ديالك. فتجيك فرصة بعض المرات تبان لك شي حاجة تتقولي لا البروجي واعر صعيب عليا، لا حتى حاجة ما صعيبة، إلا خديتي شي حاجة وخدمتي عليها كيبحال ديفلوبمون بيرسونيل في الأول فاش كنت تهضري على الوعي وهذا، واحد يقول لك اشرب تخربيق، ولكن اون فوا تضاقي منه كتولي ديما باغا كثار وما تقدريش تعيشي بلادي. وتتعيشي فوالا الكوتشين، تتفوتي الكوتشين، تتولي تقلبي على الدورات، تولي تبان لك حوايج اخرين تتعلمي اليوم، وسبحان الله العظيم كل حاجه تصف لك الحاجه، كل كوتش سبحان باش تستفدي منه تبان لك الوعي نتاعك حتى الادراك نتاعك والدورات، وسبحان الله كل كوتش عنده سميتو، تاريخه يعني اللي في الخليج لا اللي في فرنسا لا كل واحد طريقته. وشوفي نفس الموضوع كتقدري تاخدي دوره من هنا ودوره من هنا في نفس الموضوع، ولكن كتشوفيه بجوانب مختلفه، مختلفة. ديجا جوانب الروحانيين تيجيو لك من مختلفه. الدينية، يعني تدخلوا عليك الدين فاش تاخدي كوتش مثلا في فرنسا ولا على ليتازيني ولا هذا، تيهضر معاك غير بي ان ال، غير دماغ، ما تقول لك تفيق الصباح وديري واحد لا روتين تاك 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 تاك، وهانتي غتوصل للريزولتا. حنا في الاسلام تتنوض الفجر، تصلي الفجر، تقرا القران، تقرا وي تهزك سي لا ميم شوز، هتتعاود نفس الحاجه الهضره. الخروج نتاع الجديد اللي تدخل بيه في الفجر الرجال راه ماشي هذاك، على هذاك ماشي سبور دونك فور. كتمشى على الصباح باش تمشي على سبحان المسجد، الله كل شيء سبحان الله. يقول لك بلاش ما كان السجيد بعيد باش ما تكون عندك الحسنات بزاف، هي راه باش ما تتمشاني بزاف دير سبور من بو تليفوني خمس سنين دي خصني نجيب شعر نهار تبدا نهار صافي. عرفتي سميتو الكلمة، المعتقدات، المعتقدات، الزربة، العجلة، العجلة من الشيطان، هذه ما عرفتش واش حادي المهم سامعة حديث ولا شنو هي العجلة من الشيطان، زعما الزربة من الشيطان في التأني السلامة وفي اللي العجلة زرب الندامة تعطل. أصلا. هاد المعتقدات صحاحة عندنا، ولكن اللي زرب تعطل لا خصك تزربي، ماشي خصك تزربي، لا تنوضي جاتك فكرة تحاولي تطبقيها تبحثي، ولكن امتى اللي زرب تعطل؟ هي هادي ديال اللي كتقول لك انا كنقلب على الخلل باغي يجيني الحال في البلاصه، كنتعصب كتصدق مع اني ليا كل شيء، هي وداك العصب وداك التصرف اللي في العصب كتصدق لها هادي لهاديك. شوفوا بارمي الحوايج اللي مهمين في الحياه اسمع هادي ها البنت اللي كنت كنهضر دابا كنقول لها على الجواب، غير فين ما كنفكر في شي موضوع كندخل عندك كنلقى الحل ديال داك الموضوع اللي كنفكر فيه سبحان الله. ها هي البنت كتفكر تساؤلات في مخها، ما مستعجله ما والو، دخلت لقات ربي يجيبو لها في لايف واجد. شنو الموضوع اللي كتفكري فيه؟ شوفي سبحان الله كيفاش تجيك الجواب. انا بعدا شخصيا عمرني سول شي سؤال وما جانيش الجواب حتى عندي. بعض المرات راه ما كيجيش تعقلي على قضيه، المهم في التجاره ديالي كان عندي واحد البلوكاج عقلت مؤخرا، وسولت وسولت وكنهضر انا وامينه وما لقيناش الحل المره الاولى،
ولكن حطينا هي احتمالات، هذه ممكن مجدي يكون الحق هذه خطأ، هذه هذه ممكن هنا ممكن هنا ممكن هنا، طبقنا ما تغيرت حتى حاجة، عاوتاني المرة الثانية المرة الثالثة حتى آخر مرة ما عقلتش، تصليت ايوه ومهم دعيت هذوك نقول يا ربي وريني سبحان الطريق فين دايرة الغلط، عقلت وعاوتاني كنهضروا ولقينا الحل الحمد لله، وتحلت تحلت القضية ثقة يس. ديالك ديبلوكات وفي على هذا ذاك اكتئاب النهار بدينا كنشوف من بقى كل 10 عقلي دقائق كل 10 دقائق بدينا كنشوفوا النتيجة بسم الحمد الله لله. سبحان الله العظيم. هي اي واحد عنده شي نقول لكم واحد الحاجة اللي تخي تخي صعب ضروري الصديق بعدا يحلل معاك هذه، انا من ذاك النوع اللي كنت كنقول انت تقدر تعيش بوحدك ما مضطرش يكون عندك، ولكن اذا كان صديق خليل داعم خاص، اذا كان اللي غيهبطك لتحت كاع لا عيش بوحدك احسن، ولكن انك يكون عندك اصدقاء داعمين ما كاين، هذه سبحان النعمه ربي لا تقدر بثمن. الله. شنو كنتي غتقولي قاطعتك؟ قلت لك اي واحد بغى يدير كوكسيسوا اي حاجه بغى يديرها بدا اسم الله الرقيب بدا سيسيو يكون مركز تركيز. علاش سيطرالنا دابا تركيز انت واحد بغى واحد يدير واحد بروجي مثلا حنا تنديرو بروجي تنهضرو على ماديا حقاش هما اللي تيثيرو الناس بزاف، ولا نقدروا نهضروا على الجانب الديني، نقدروا نهضروا على الكوتشين، ولا اي واحد ما عمرني نمشي نتاقل لواحد الحاجه اخرى تالي هذيك اللي عندي في الدنيا. وهذه فاش تدخل يا ماجده تدخل في واحد ماشي تبدا ينتقل من كل حاجه لحاجه، تحل من هذه ومن هذه ما عندوش تشتت كوتشين مشتت فوضى مشتت فوضى، عطي طاقة الفوضى الخايبة كانت عندي أنا، أنا كنت إنسانة متسرعة ونقص من هذه لهذه، دابا لا مين انتالي انت شتو بدا دوسي خاصك تطرقه وتحطه شتو على بدا جنب والناس ودوز اللي دوك. عندهم ils ont du mal avec عندهم مشكل باش يبداو يساليو داكشي حتى الاخر بداو غير بداكشي بسيط. مثلا ناخد اون فام مثلا تدي غير الميناج تلقاها بدات الكوزينه شي مشات للصالون انت باش انت ما لاحظتي هذه الطريقه سالي داكشي اللي في يديك وسيري حاجه اخرى قلتي كيتلفوا كيتلفوا ولا تكون مثلا خارجه مثلا كتلقى بتطبيق راسها ضغط ليلي، انا هاد النوع شايفه شخصيا، كتلقى راسها كتجري هنا وتجري هنا والدار كلها بالضبط باقا مرونه، فوالا باقا ولا مجنونه داك ولا الحاج بدا هنا وجبدا هنا قال ما كان توا كان انا معاك جبدي بلاصه ببلاصه وحتى بدماغك. راه دابا هادشي باش نقولوا ليه الميناج غير باش نوصلوا لكم الفكره باش بدماغك هذا الاسقاط، الاسقاط على الشقه على البيوت، وانت دير دوك البيوت المجال الشخصي المجال يعني هاد الدوسي تقدر تديروا الدراسه بروجي في طرق عليك حاجه القرايه في بحاجه. الخدمه اذا بديت درس مثالي بديت اكزارسيس مثالي ماشي نقول لا هذيك راه تحكيهم في واحد الامتحان نشوفوا حتى هو لا نكمل هذاك اللي عندي في الدنيا مثالي واخا نخصني غير 3 مينوت مثلا عندي واحد البروجي خدام عليه كل صباح نصلي 30 جلس لي واحد 10 دقائق ونركز معاه 10 دقائق ما نوضش من حداه واخا نوحل واخا هذه نتبلوكا هي ديال هذه هي ديال تخيلي معايا كتحفظي شي درس، كتحفظي هاد الدرس ديال الجغرافيا تنقزي هذا ديال التاريخ هذا، يلاه قريتي جوج سطور وكديري فوالا المغرب راه شدي لا من هذا لا من هذا، راه باغ لاحظت كونتخ مشيتي تحفظ. هاد البنت قالت لك تبارك الله عليكم فرحتوني كنتفرج في هاد الوعي العالي ديالكم كنرتاح، ربي يخليك آه لا خلا بارك الله وتواركي الا استفدتي هذاك هو فيكم الربح، الله يحفظكم شكرا خلات حتى نتوما الدنيا قالت اللي بغاها كلها خلاها فوالا كلها عندك شي دنيا نوات اكزاكتومون هادشي اللي تيطرا و اون جينيرال فاش تدي ان بروجي تتبدا فيه شويه لا ماجوريتي نتاع الناس دابا سورتو في الاي كوميرس تنبداو نقول تيبداو سورتو هادوك اللي تيديرو لا بوبليسيتي لو فغي سيمو العاش الناس الكبار مثلا حنا نقولو في المغرب تيهضرو على التجربه نتاعهم. واش كنتو بحال سيمو العاش فاش كان باقي في دوار يزيك؟ انا بحكم انا ساكنه في مراكش عارف فين كاين دوار يزيك، كنتو معاه عشت معاه في دوار يزيك خرا في نفس انا تعرف ميقا. واش كنتو معاه فاش كان فاش قرا البتات؟ واش كنتو معاه فاش مشى لتايلاند وكاليغا 10 سنين هو جالس في تايلاند تيخدم؟ لا ولكن باش توصل لواحد الحاجة خاصك تخدم ماشي ضروري يكون جهد، خاصها تكون هي واحد تستمرارية. القضية، واحد القضية دابا واحد النقطة مهمة هضرتي عليها، بزاف الناس دابا السوشيال ميديا عندها دور كبير بيان في هادشي سور وتقبل منها الصراحة، بيان كيشوفوا واحد وصل لاباس عليه كيشوفوا غير النتيجة هذيك الساعة وغديتها وراء صعيبة بزاف الكواليس بها بها خلا وتوارك لا خبر ما عارفينش عرفتي هذاك هو اللي عطاه الله انا شتي واحد شوف الجو من عندنا علاش انا تقول لك سعداتك كي درت لها سعداتك لا مش صعب يقولك انا سعداتك مش وصل سعداتك لا واحد بالعكس الكلمة تقول واحد الجملة انت اللي جات معاك
كنا ما عرفتش شنو هي اللي ما عرفتش، واحد الجمله خايبه ما كتعجبنيش، زعما هذاك السيد راه ما دار والو، راه فاق لقى عنده ديك الثروه، قال لي هذه ما كتعجبنيش، كون يعرفوا خلف الكواليس لا ديال امينه لا ديالي لا بيان ديال سور سي كلام، الناس، كلشي ما اي واحد كاينش شي واحد مثلا كيهضرش على الوارثين. بيان سور شي حد يخرج مثلا واحد لا جورني في لا سيمين باش انا راح خدم لا سيمين كلها شارجور فازي. تليفوني 3%، فازي هجيب شارجور يلا سير، قلت لك هكمل. خدم لا سيمين كلها داك الويكاند تبغي رولاكس اي غوبو سيدي وقيته زوينه بيان سور، بان راه كلشي يخدم من لا وجبد كلشي خدام، ما نكذبش عليكم كلشي خدام. كيف كسوة تكوني سالاري ولا اي كوميرس او اللي بغيتي، ضروري من الخدمة سورتو حنا باقي جون باقي وقيت الخدمة. علاش دابا حنا حنا في كنقول انا اليوم مرحلة البناء البناء والشباب، واحد القضية عاوتاني عرفتي كتفكرني في شي نقاط مهمين، واحد القضية في الشباب وغتخرج عليهم، ولا كاينة شي واحد فيكم من دابا نقول لك اسيدي وقول ربي ما كيصيفطش ليا الرسائل وما كيجاوبنيش فين كاين الغلط، غيكون عندك هذا الغائز، زعما الا في هذه القضيه اللي غنهضر عليها دابا راه ربي صيفط لك الجواب. اش كيديروا؟ كيمشي يلا بلاتي نحط التليفون غنفيكسي دقيقه، كيمشي يا لاله مثلا دار بروجي دار اي كوميرس ولا دار اي حاجه، بدا كيدخل واحد المدخول ربح صافي 10000 درهم في الشهر، شهرين هكاك 3 شهور عايش بها بخير، ما كاينش بعد الجميع الرباح السهرات كاع ما نهضروش كاع على السهرات، الخروج الكافي اللي ويجوز ستوريات الشهر اللي من وراه تاني هو ولا 15 درهم 20000 درهم، تاني نفس الحاجه كيسحب ليهم الثراء، هو هذاك هذاك ثراء لمدى قصير، اذا بقيتي غادي هكا انت في مرحله البناء ماشي مرحله تيرشرش، خلينا انت في مرحله، كتعجبني هذه ديال تيرشرش حيت تيرشرش ديال بصح، انت في مرحله ديال هذيك الربح الصافي، ملي كنقول الربح الصافي غيخرج منه فلوس راس المال وداك الشيء ولا شارج باش غيعاود يدور ديك التجاره، اما كاين اللي كيدخل كل شيء في الربح وفي راس المال، كاع ما نهضروا عليهم هذوك الشهرين اصلا كيسدوا المحل ولا شنو اللي عندهم تجاره اون لين ولا اللي كان. فقلت لك الشهر الثاني الشهر الثالث طلع الصالير الربح الصافي 3 المليون، كيطلع حتى هو المستوى ديال المعيشه ديالو 3 المليون، ماشي لي شارج، لي شارج نقولوا المسكين اللي غيطلع حتى لي شارج اكزاكتومون، يمشي ياخد طوموبيل كريدي كيمشي يضرب عليك المرسيدس ما قادش عليها هو ديك الساعه، ولكن وانت والمشكله لونتربرونور هي ما نضموناش، هو كيجي شهر كتكون قضيه واقفه طافيه، تيزي تضخم هادي بزاف الحوايج يقدروا يوقعوا، اش كيوقع لهم هادو؟ كيبقاو كيعيشوا ديك الرفاهيه، وشفت عائلات حقيقيه الاب ديالهم دار هكا شهر شهرين عام عامين 3 سنين ساكن كاري بلاصه مطرقه في الوزيز ولا هادي، في الاخر نور 3 سنين ملي كتفى القضيه ولا غير مرض نعس ما غيقدرش يخدم ولا هادي صافي كيرجع للصفر، غيضطر حتى ديك الدار ديالك راه ما يقدرش يبقى يخلصها ويخرج. هاد المرحله ديال البناء ماشي ديال اش كنقولوا حنا، ماشي ديال الطبع صيص باللغه الدارجه المغربيه، هاد الربح ديالك خاصك القليله، بلاص ما تكري لي بلاصه مطرقه ب 7000 8000 10000 درهم، ديك 10000 درهم حطها اكوتي ومن هنا العام شريها في الوزيز، فهمتي؟ وغيولي عندك دار ملك، طوموبيل تاعي هي جمعيه من دار اغلبيه دابا هاد الناس راه ملي عرفتي راك هبطي العين ديال نهار السبت كلشي بالرونج كلشي مكري كلشي باين ماشي كلشي بيان سيغ، ولكن نو اغلبيه انت حقاش هو واعي جميع، علاش حاش اغلبيه الناس عندنا حنا مشكله دابا انت غير هادشي اللي طاري دابا في السوشيال ميديا، هاد المشاكل اللي طاريين الناس كل واحد اللي كيبغينا كي ما بغيناش شي تيبغي يبان على شي دوماج، ولكن واعي جميع اختي عندنا من دوماج. شوفي هادي بدايها من العراضات من العائله، تل شوفي ترى العراضه راه فيها الزفت اكثر ما فيها الكرم، كرم كاين ولكن داك التواصل والبساطه وهذا، المهم باش ما نهضرش على كل شيء من عمك، ممكن كاين اللي كيدير بلي الكرم، ولكن فين هاد القضيه العيالات وحده باغا تعيق على وحده بما عنها طلامتها. شوفي عندنا عندنا هاد القضيه بغينا ولا كرهنا، انكرنا وعي جمعي الفكره وعي جمعي حتى كاع عرفتي انت تعرفي الفرق هنا
شوفي غادي تشوفي لا في اوروبا لا في اي دوله، لا هنا يقدر يجي عندك غير تحط لي البيض. حنا بالنسبه لنا عندنا المغرب هذا ماشي كرم، مش هادشي. هما بالنسبه لهم سابليسيتي، جاي عندي قهيه واحده على شوكولا. اصلا الهدف ملي جاي هو علاش؟ مالو جاي ياكل ما واكلش في دار المرأة. بيان سور لا كنتي عارضه لا راه حاجه اخرى، ولكن كنمشيو نشرب قهيوه، يجي يشرب قهيوه هذا يعني. سورتو من منطلق نتاع واحد الانسان باغي تيبغي يكبر راسو، يلا بدا تبدا ان باغي بروجي ولا هكا ما باغي بيمكنش. يوصل، ما بغاش يعيش في واحد النيفو، بغا يوصل لواحد تخيلي ستيج معايا ويخدم على هكا. اكزاكت، تخيلي معايا مرة دابا يلاه بادية البيزنس ديالك، يعني من ناحية انا مع اغلبية البنات سواء في الدوارات سواء في لي سيونس عندي اه بنات يجيو سورتو عندي. الدوارات، هضر لي كنتخيل على وحدة الدوارات. منهم، كنتخيل وحدة منهم راك شتيهم تبارك اه الله، تبارك اللي في الله. المغرب دايرة شركة امريكان، اللي في المانيا تبارك الله خدامة، في فرنسا، كندا، كاع النواحي. وحدة اللي في المغرب تاهي في واحد الشركة، بزاف كلهم تبارك الله واقفين على رجلهم وبداو يعني كيخدموا على راسهم. نتخيل دابا انا وحده منهم ولا هاد البنات هما يبداو الارباح وتبدا تبدل الطلعنط والخميس. شوفوا انا كان فيها الهبل، شفتوني وعرفتوني يعني، كنت كل 3 شهور نبدل الطلعنط. راه ما عندك فين تمشي والله، ما عندك فين تزيد من هنا لهنا. والمشكله اش دب كيقول لك لا راه غنجمع التليفون فين البلاصه نتاعو، جاتني الصوره كتمشي كتمشي. صافي دابا واش حاجه تتحرك يقدر. صافا سميتو كانت في هاد القضيه جربتها بزاف. الناس كيسحب ليهم ناري، عرفتي هاد الجمله كتعجبني، ماشي المونطون اللي كتربح اللي كيغنيك، الطريقه باش كتجي الفلوس هي اللي كتغنيك. يعني راه الناس عاقلين على انا 12 مليون في الشهر وهذا ما درت فيه والو، تي رش رش يعني. كنهضر عن تجربه يعني، من وراها ربحت، كان من وراها سوقناغيه حيت ما نضموناش. كاين الشهور اللي ربحت 2 مليون، كاين اللي 6، كاين اللي كثر، كاين اللي قل، ولكن حيت كان جاي غير فلوس ما بقيتش تحت بحال قبل. ما قبلت يعني ما بغيتش نزيد، حيت لا قلت لهم واحد الجمله اش كان كيوقع لي في الشهر ما غتدخلش المعقل. 12 مليون ما يمكنش، كنت كنعيشها يعني. تخيلي معايا كل 3 شهور فوتويات واعرين، بدلي الزرابي، بدلي الخوامي، والله ما عندك فين توصل. سيري كاع ما عرفتش. لا لا كنت بغيت نقول لها زعما خسري تمتعي فلوسك خدامه، ولكن صراحة ما بلانش. الا انت في المرحلة ديال البناء وباغي تبني حياة، الا عرفتي هذيك القانون اللي قلت لهم ديال اي حاجة باغي تشريها خصك تركز على 4 الحوايج: هل اريده، هل احبه، هل احتاجه، هل يعجبني. احبه و احتاجه واحبه خود، اريده ويعجبني ما تاخدش. هادي ديالاش كاع داكشي اللي يعجبني واريده، هادوك هما السعاده اللحظيه، الفرحه اللحظيه. عاجبك واحد التريكو خوده، عاجبك هذا واحد الطلامط، عاجبك واحد الخاميه خوديها. هذيك سعاده لحظيه ديال ماكسيموم شهر وانت فرحانه بها، كتملي منها كطلع لك في راسك تريكو، حيت سعاده لحظيه ديال داك الشوبينغ ولا هذا. احبه هي ديك الحياه اللي باغي نمشي كل صيف للبلاد، ندور مع وليداتي، باغي نعطي الحياة لوليداتي، وهذا حياة من صورة مرتاحين فيها، نقرهم في أحسن مدارس. هذا الشيء حابة نعيش فيه ولادي ونعيش فيه، هذه الحياة أحبها بغيتها. وكاين أحتاجه هي ليش؟ الماكلة والشراب وفين تنعس وتغطى على البرد. ما عندكش واحد تريكو خاصك تاخده، أحتاجه أحبه خود، أريده يعجبني ميك هذه الساعة. علاش غتميك على أريده ويعجبني على قبل ما تحبه؟ غتميك على ما تريد هاد الساعة، يعني غنميك على ما يعجبوني، داكشي اللي غيعجبني، هاد الطبسيل زوين، هاد الطقم زوين، هاد سميتو زوين. ميك 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 على قبل ما تحبه، على قبل واحد المستقبل أحسن. ودو سيت فاسون كاع فاش كاع الكتب اللي قرينا على الثراء، على الدوارات، على الدوارات، كل شيء نتاع الماليكو. لا بروميير شوز اللي تيقول لك الا كنتي تقدر من خمسة دراهم ان اورو مع 50 اورو دي 20 فري، الا قدرت تتمنى دير انفستيسمون تشيط منها غادي تجيك الاخرى، غاتجيك مليون. الشيء اللي تي ديما كنقول لهم انا اللي شيط من الكثير تيشيط من القليل، اللي يقدر يجيري واحد الثمن
نتاع مثلا ما عرفتش فاصون حنايا نقولوا مثلا انت تشدي 10000 درهم، 10000 درهم اول حاجه غادي نشدها غادي نشوف شنو هما لي شارج نتاعي في يدهم من الاولين، حاجه هذوك دي شارج ابخي نشوف الانفستيسمون عاد باش بيان سور خصني نكون عندي ان لوازير شي حاجه اللي كنستمتع بيها، ولكن ماشي غادي نشد كلشي نتاعو ونبخى الله. امينه، هنا هاد الحاجه اللي قلت لهم كنقول لهم، كتقول لك مثلا عندي 3000 درهم اش غنجمع، غنجمع 50 درهم في الشهر اش غدير ليا في العام. ديما كنقول لهم هنا الهدف ماشي هو ماشي الجميع، جميع هنا الهدف هو ان الله لا يكلف نفسا الا الا وسعها. الا انت ما وسعها كتقدريش من 3000 درهم تجيغيها وتخرجي لك 50 درهم انفستيسمون ما غايجيش كثر، الا انت هذاك الصالير ديالك ما كتقدريش اكزاكتومون تجيغيه ما غايجيش كثر. كنقول لهم حنا ماشي الهدف ديال 50 درهم غتجمع في الشهر، الهدف هو ان ربي كيشوفك كتسعي محاوله كديري تدبير المال ديالك كتحاولي، ربي كيرزقك من حيث لا تحتسبي به، كيجوك دي زوبورتونيتي بريم في الخدمه، مهم فرص اخرين، شركه اخرى تدخلي معاها دخل اضافي، خدمه من الدار من التليفون زائد الصالير ديالك، ويولي عندك من الخدمه اخرى زي واحد 1000 درهم زائد 3000 وغاده. كنقول لهم ديما الهدف 50 درهم، جمعي 50 درهم. ما عقلتش شكون الدوره ديال من واحد امريكاني اللي كانت وحده قالت ليه عندي دابا دولار واحد، قال لها قسمي على اربعه، جوج دولار ونص، جوج سنت ونص، قولي جوج درام ونص، جوج درام ونص، جوج درام ونص، قسمت جوج درام ونص لانفستيسمون، جوج درام ونص للادخار، جوج درام ونص للايشار، جوج درام ونص للترفيه. رأس يعني قسمتها ومن وراها بشهور جات قالت ليه تزاد الدخل ديالي. بعد اصلا على العظيم بعد المرات داكشي علاش الانسان يكون ديما واجد، يقدر يجيك واحد لوبورتونيتي واحد لوقيته اللي غتكون ما محتاجش مبلغ كبير، انت تجمعي تجمع لانفستيسمون تيقول لك اشنو بغيتي ندير بهم، وبعدا غير جمعهم وغادي يبان لك اش بغيتي دير بهم، تيجيو دي زوبورتونيتي ولكن بعد لا المرات واحد ممكن حتى الحاجه حاجه تحت منك. واحد النقطه بين لا يدير غير النيه ديال الاستثمار، الاستثمار هي فيهاش بزاف الناس كيحبوا الاستثمار الاستثمار هو غتستثمر بورصه. لا عرفتي علاش؟ جامع لدوائر الزمان مريش تحبتي لحيه، شوف الا جامع هذه انا المصايب معك كيجيوك المصايب ودوك الفلوس كيمشيو في المصايب بالتجربه، بحال ما ها انتوما كاع امي ما عندكم في العائله شي واحد كيجمع قرطاس تتخسر له الوضع تتحط فيها كاين مرات تحب تتحط انا فيها عافاكم، واش ما كاينش انا عند حسن ظني انا عندي عزيزي عندي راه كارثة النية. انا كنجمع هاد الفلوس الوقت والزمان هذا مرض، كاين المرض كاين الحوادث كاين الكوارث، والله كتولي كارثة ورا الاخرى. ديما نقولوا استثمار، علاش؟ حيت الاستثمار راه بزاف الناس فاهمينه غلط، الاستثمار ماشي هو غير غنستثمر غنشري شري دار دار ولا ارض ولا ذهب، الاستثمار كنستثمر في صحتي، الا شريتي غير ماكله صحيه راه استثمرتي في صحتك، استثمار غادي نخلص على راسي صال سبور كنستثمر في صحتي، استثمار غادي نشري دورات لراسي دي فورماسيون نقرا لغه، استثمار في راسي خارج ما تبقاوش تقولوا ديك اللعيبه مش في كونيكسيون. استثمرت في نفسيتي، راه كنهضر بجديه، راه الاستثمار عنده بزاف المعاني، استثمري في ولدك تدخلي من دراسه زوينه، تستثمري في راسك تشري راسك كتاب، دونك نتوما ديروا نيه الاستثمار فاش تخرج غتخرج ممكن شي حاجه للصحه، ما انت كتستثمر في صحتك، هذيك النيه ديال المصايب حيدوها، حيدوا نيه المصايب. حتى يعني الحوايج تقول لك خسرت فلوس على حوايج ما ماشي خسرت، نفقت بواحد الحوايج على راسي، واصلا كتلقاي هاد جوج حاجه اخرى هي كاينه بزاف عندنا، هي انا تقول انا غادي الخدمه اللي اللي كاين ويقدر تكون اوبورتونيتي في الطريق، علاش بغيت نلبس اللي كاين يكون بريزونطابل، كل نهار نوض نعطي احسن حاجه فيا، نخرج لابس مزيان، علاش بغيت نخرج انايا كما تقول احنا مقشقل في المغرب، علاش بغيت نخرج لابس اللي كاين؟
كملتي كملتي الدنيا كاتبه فلوس اللي بني يديهم زعطوط، انت كملتي لي مقشقل. دابا عرفتي مخنشش مثلا تلقاي شي واحد مثلا ما عجباش خدمته، دابا مثلا تري سامبل نشوف شي حاجه حنا اللي عاديه، شي واحد تلقاه مسكين ما عجباش خدمته، انا معاك ماشي مشكل ما تعجبكش خدمتك، على الاقل تدير الحركه، تدير الحركه باش تجيك حركه اخرى، حيت داكشي اللي تنديرو كنحب تنزيدو فيه، الا بغيتي الفلوس تنفق الفلوس تيجيك الفلوس، الا كنت بغيتي الحركه بغيتي خدمه تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية في القرآن. ما تكونش في حالة الركود، تكون تنفق من الحركة، النفقة ماشي غير فلوس، باقي تنهضروا تنفقوا من الحركة، كتنفق جهد، كتنفق مال، كتنفق حب، كتنفق مساعدة، عطاء. هضرة زوينة، هضرة زوينة، صاحبتي هضرة زوينة. سيني سميتك، يلا قبيلة كنهضر مع راك عارفة سميتها. والله مشات المغرب وجات كانت معنا في الدور بلا ما نذكر سميتها، كنهضر معاها على الفلوس. على واحد الحاجة وقعت هكا، هي تقول لي قالت لي أنا راه نهار تا ما عندهم بيزنس ديالهم، نهار قالت لي ماشي كيسالوا فلوس، كاين واحد الوقيتة راك عارفها سبحان الله كتوقع في التجارة ماشي عند كلش، بعض المرات عندك بوحدك واقفة ركود، فكرتيني واش قلت لي ركود المال واقفة، قالت لك مثلا كاينة واحد 10000 درهم في الكونت صافي، ما كاين لا ريزيرفاسيون ولا ما كتزاد حتى حاجه هكاك مده قضيه ناعسه. قالت لي كنقول راجلي صافي انا خصني نخرج نخسر الفلوس، خصني حيت المال طاقه كيبغي يتحرك، ما يمكنش براسكم حتى دي قضيه ديال تجمع الفلوس حاجه واحده. علاش كنقول لكم فرقوا انفستيسمون شارج ايبارن هادي ايبارن هادي، يعني فرقوا المال، انت عندك صديق ممل كتمشي كتجلس عندو كتبقى جالس هكا، عرفتي المره الاولى الثانيه ما تبقاش تمشي عندو، وراه كيف ما حنا طاقه المال هو طاقه كلشي طاقه، عرفتي قالت لك غير كنخرج غير كنخرج كنرد ديك 10000 درهم كنهبط حتى 4000 درهم هكا، قالت لك كيبداو يتحركوا كيبداو كيبدا يدخل الكونت والله حتى ضروري. هذاك الشيء اللي قلت لك الحركه ونمشي للخدمه نمشي لها بالباس زين بريزونطا باش حتى جاتني شي خدمه في الطريق نكون انا نساهم، هذا هو الاستحقاق، هذا هو فاش كنقول لك يعني الاستحقاق، فاش تنبغي شي حد تنستحق بعدا اصلا خصني نستحق هذيك الميتين اللي بغيت نمشي ليها. انا انا يا خدام خدام والله العظيم كنشوف انا غير فام دميناج ماجده، لا فام دميناج هنايا تجي تجيب كات كات لابسه ديالي لابسه، تشوفي فام دميناج ما تقوليش فام دميناج تحنا بنادم مزيان قاده وتدخل تحيد حويجاتها وتلبس داكشي نتاع الخدمه اللي بغات تخدم بهم الطابلي نتاعها وداكشي، واش عاوتاني تخرج تخرج تبارك الله تعالى دي شي هو من هكا، يعني اي حاجه غادي نديرها في الحياه خصني ديما يكون عندي انا كنطمح للاحسن، وخصني نبدا لا يغير الله خصني نبدا مرة حتى يغير ما بان بحال واحد القضيه مثلا، انا غير صاحبتي كانت باغا تبدل الطوموبيل بغات تبدلها تبدلها ماشي كاين الفلوس ماشي ما عندهاش وما جاتش الفرصه فهمتي، وهي كانت ما كتهلاش في طوموبيلها عند اربعه الاولاد والطوموبيل راك عارفه كي كتولي جرد الله والله هادشي بزاف بحال النهار جاي عندي هكا الطوموبيل كتشعل ولا ديما جوج مرات السيمانه لافاج، علاش؟ قالت لي وانا بغيت ربي يعطيني كثر خصني نتهلا في هادشي اللي عندي هكا، ردات الطوموبيل خصني بعدا نتهلا في هادشي اللي عندي باش ربي يعطيني، وما دوراها شوفي والله ما دازت شي 3 شهور خدات الطوموبيل قسما بالله احسن من هذيك، يعني موديل احسن منها بحال العظيم ديري سبحان الله، عرفتي شي حوايج وامثله حيه يعني واقعيه، اي مثال قلت لكم هنا عشتو مع ناس اون بيرسون، يعني ما كنجيبش لكم شي حاجه من الهواء ولا من الفراغ ولا سميتها شنو قالت؟ ما تعيشوا قالت دنيا قالت لك بيان سور طلقهم باش يرجعوا ليك، في الحركه بركه، الحركه بركه، حنا نتحركوا اي حاجه خاصها تحرك حتى من الفلوس، والله الا هاد القضيه ماشي عاوتاني كنقول لكم سير بقى طلق طلق طلق، شدوا التوازن التوازن سي امبورطون ليك. عرفتي علاش من ديك الناحيه ديال عرفتي كاينه واحد النقطه مهمه وان خاصك تضبط فيها التوازن، صعيب انك تضبطو فيها، مني غتلاحظوا بزاف الناس يقول لك نهار كنبدا نجمع في الفلوس ما كيبقاوش يجيو، نهار كنبدا نجمع ما كيبقاوش يجيو، حيت كنكون كنخسر كيكون عرفتي منين جايه هادي، نهار كيبداو يجمعوا كيبداو يجمعوا بواحد النيه، النيه ديال الندره
مع البويرز زمان راه ما غيبقاش ما حد دابا كاين جمع بحال راه ما غيبقاش. ملي كدير ديك العقليه ديال الندره ديال راه جمع راه غيتحبسوا عندك دابا خصك تجمع دير كيتحبسوا الفلوس. باكور فاش كتكون تيراشات راه كتكون بدون وعي انت في وفره. بنادم كيقول لك تيجي معايا فلان هو داير علاش تراجع انت ما مسوقاش دابا ربي يجيب الخير وهذا اللي بغى ينجح العام طويل ونعيش هذه اللحظه بلا بدون وعي كتكون في عقليه الوفره كتخسر تخسر تخسر وربي كيجيبها. ولكن راه لا هادي مزيانه لا هادي اللي بغيت نقول لهم هنا لا هادي مزيانه لا هادي لانك تبقاي تقرطي ربي ما كيبغيش البخل. ما خصكش تكوني بخيله على راسك ما خصكش تحرمي راسك راه بزاف. وملي كنقول ما تحرميش راسك هي تشهيت شي عصير وما ناخذوش لراسي بكثر تسقرين ماشي ما تبخليش على راسك يا سيري شويه صيك صيكان وهذا بقاي لا دي شي حوايج فريمون. بعض المرات كنت كنشوف مثلا ماما كديرهمش كنا صغار شلنا حنا السقاطه فاش مشيو للدار ذوقوني وتاكل معانا كنقول لها ماما علاش ما خديتش الشراب حتى من بعد ما عرفتش فاش قالت لي كنبغيش نبقى نخسر الفلوس صافي ناخذها من عندكم. مسكينه كتكون مشهيه وكانت تشري لنا 50 درهم ميكا ديالي انا 50 ميكا كل واحد 50 درهم ديال سقاطته وهي بدات تاخذ من عندنا. يعني صافي خديتي لنا كامله زيد واحد 50 250 تخادت اربعه يعني ما خصكش. وانا كنت كن فسميتو كنت كنقول لها زعما ما تبقايش ديري بحال هكا. ومن بعد ما شوفي كانت هي بقات بهذا المبدا حياتها كامله. من بعد بديت كنشري لها كادوات يعني حيت الا مشات هي حتى يعني كنت كنقول لها في الدار ماما كوموندي لك ماكله لا بنيتي هادي لا ناكل ماما ما كتبغيش خاصك تجيبها تحطها لها قدامها الا عطيتهم لها فلوس كنعطي بيها السوق فلوس كتبقى تجمع كتبقى تجمع لدوائر الزمان فهمتي. لا ما خصكش تسقرم على راسك خصك تشد التوازن ما نحرمش راسي نعيش يعني شويه حيت راه اللي يكون فواحد التردد زوين فهمتي. التردد كما ديتي التردد اللي كيليف راه هو راه سبحان الله العظيم انت حرمتي راسك وبقيتي كتبخل بزاف راه الدين تاع انا قال لك شوفي ماجده الدين ما خلات حتى شي حاجه لا تبصاي كل البصله ما تجمعيهاش كلها وما ترخيهاش كلها اي بالضبط خاص التوازن التوازن و سي فري تتلقاي هذا ما تلقايش عند الناس اللي تيكونوا غيش ما تيكونش عندهم هذا البروبليم راه غير ماشي طلق ما عندهمش الفلوس عندهم مثلا باقي طارة ولا شي ماشي هادوك هما اللي كيكونوا كيخسروا بهستيريا من اللي مركز بزاف ما باغيش يخسر هذه ماشي طلق طلق مي اللي مركز بزاف عليهم وما باغيش يخسرهم ما كيتمتعش بهم عنده والو كيعيش مزير. هذه القضيه اللي كنهضر عليها ما خصكش عندك فلوس كتخدم راه ديما كنقول هذه القضيه ماشي انت كتخدم بالليل وبالنهار كدمر في الاخر باش ما تتمتعش بدرهم كافي راه ديما التوازن. هنا كنقول لهم التوازن هنا دابا يا كتلقى واحد طارق بزاف يا واحد مزير بزاف كلتا الحالتين اللي طارق بزاف ما كيدير حتى حاجه في حياته واللي مزير بزاف ما كيدير حتى حاجه في حياته. عرفتي هادو شفتهم نماذج حيه يعني هكا انت اصلا تشوفي عمره ما جمع الكوتش مع ليسيون دابا وليتي تشوفي تشوفي اونكور بليس كيفاش؟ قالت لك انا واحد الوقت اللي كتهضري معاه درويشه بزاف الله يحفظها عليك نسيت بارك الله فيك جونتي قلت لك اش قلتي لي امين؟ قلت لك سبحان الله العظيم الناس فاش فاش تبدي ما حبيتي تبدي تهضري مع الناس مع البي ام ال وفكر شحال من حاجه راه فريمون راه الناس تبدلوا راه ما بقاوش تحكي بحال شحال هادي راه كاين تغيير كبير الحمد لله على نعمه الوعي والحمد لله على نعمه هاد لي كوتش اللي بداو تيبارطاجيو راه فريمون الناس تبدلوا راه لا وسبحان الله العظيم فاش تتعيش مع الناس الاثرياء فاش تتعيش فريمون مع الناس اللي لاباس عليهم كتشوفوا بان راه سبحان الله العظيم راه ما كايناش اصلا ديك القضيه نتاع حنايا عندنا دابا الناس اللي تكونوا ماينا وهادو تكون متوسط الحاله متوسطه ولا ما عندوش تلقاه تيتقاتل باش يشري شي حاجه اللي غالي اللي هو اصلا ما استطاعتوش يقدر كاع باش يشريها. هذاك اللي تيكون عنده البنات دوك اللي تكون عندهم عندهم نيت فريمون ما تشريهمش تشري داك الشيء اللي محتاج داك الشيء اللي خاصو يشريه ويمشي يصرف راه ماشي
ماشي تخرج بالعكس، يسافر هو وبلاتي وتمشي عرفتي هو. دابا هما عارفين شنو اللي كيبان لهم، راه والله حتى كيبان لهم الثراء، ان صغير الليل لي كونسير السهرات هذوك الدعوات كيقولوا دعوات في تركيا زعما بيناتهم ديال الاكل كيبقاو حتى الصباح، وانت كلهم كينعسوا مع 9 الليل وفاك مع 5 الصباح، هذاك الشيء راه مره في دي زيفينمون كيكون ما غاديش تما باش يستمتع كيف ما انت شوف كيسحابي، النيتوركينغ، غادي شوف باش يدير شي العلاقات. افير باش يدير معارف العلاقات لي كونتاكت ما كاينش، مش هكاك الكوع اللي كياخدو ساعه كيقول لك واحد ساعه صباط ساعه ب 200 مليون، هذيك الساعه راه انفستيسمون، راه واحد عامل 3 سنين اخرى غيبيعها ب 400 400 مليون، ملي ما غتبقاش في الكوليكسيون غتسالى ما الحاجة غاديش تبقى، الوحيدة اللي ما أثريتي، كيديروش شي حاجه هباء. الحاجة الوحيدة اللي استغنت الناس لاباس عليهم اللي تيشريوها تتكون غالية وما فيهاش لانفستيسمون، حاجة وحدة. أشنو هي؟ حاجة وحدة شنو هي؟ الطوموبيلات. راح طنوبيلات حيت كيطيح حاجة الحساب، وحدة اللي تيشريوها ما فيهاش لانفستيسمون، تيشري الدار تزاد الثمن، تيشري الأراضي ماكان، تيشري هذا أراضي يخت تيديروهم يو خوتي كيعاودوا يتباعوا، كلشي 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 كيطيح كهضر. الحساب. طنوبيلات راه كتسوقها باش حقيقة ومام انتي شوفي غالبية الناس اللي تيكونوا لابس عليهم اثرياء وصح، راه عاد انت تلقاي ديما عنده طوموبيله واعره، الطوموبيله نتاع الحياه اليوميه اليومية تلقاي عنده ما كيبقاش مرسيدس يدور الاخرى الوقت، تلقاي عنده سمارت خاصها تمشي بهذيك تلقى عند المرسيدس كلهم اغلبية كيستعملوا ماشي بالضرورة مرسيدس، ولكن هذيك ديال اغلبية نتاع موديل 2002 موديل 2002 ماشي كاع ماشي والله كاع على تاكا باش بلاستيك ماشي كاع عادي، باش توصل الفكرة نتاع لا مثلا والله حنايا مثلا تاكا شوف واحد سميتو في تركيا عرفتي هكا قال لهم انا ما نفوتش، عاطي الطنوبيل ولده 18 عام طيش هو اللي جالس كيتفتح لي الطنوبيل، ايه بيان سور هذيك المرسيدس ديال 2002 قال لك ما نفوتهاش ما بحال نفوتهاش، العظيم فريمون تتشوفيها بزاف حوايج واخا تتشوفي ميم لي تابلو دي زانفستيسمون كلشي عندهم انفستيسمون، داكشي علاش فاش في مرحلة بالنسبه للناس داكشي اللي كيشوفوا في السوشيال ميديا داكشي راه مقاطع من حياتهم، امتى غيصور لك هو؟ مش غيكون في الحياه اليوميه عادي، راه غيصور حتى غيكون في شي ايفينمون، اذا كانت هذه مرة ثانيه غتصور حتى غتكون لابسه زوينه خارجه، ما تصورش لك هي جالسه بيجامو دايره الشنجه في الدار، وكلوا اكيد عايشين بحال بحال كاع الناس كلشي كيخدموا كلشي عايش بحال بحالنا كلشي عايش بحال بحال. شوفوا كتلقاو هنا عرفتي كيعجبوني انا، المهم ما عرفتش واش في البلدان الاخرين بزاف، هنا انا حيت كنفهم التركي مزيان ومتبعاهم عرفتي كيجيبوهم في دي بروغرام هكا كتقول لهم كنغسل المواعين فهم مناش كتكون ناعسه في الليل كنوض نطيب لي اكله انا وراجلي كنضرب لك دي زارشي من يعني كنغسل المواعين نحكهم دايره الشفنجه كندوز لاسبيراتور فراسك عايشين عادي، وهي كتقول لي الناس راه هذا كتحملها هو ما عرفتش شنو السؤال. عايش دابا الناس سورتو هاد العالم تاع السوشيال ميديا سوق، داروا التسويق لواحد واحد لا كاتيجوري حاش ولات لا مود، داروا لنا التسويق للمرأة تتبان بهذه الطريقة وتجيب راجل وتكون زوينة راه حتى في الأفلام في كل شيء، علاش ما تيجيبوا لنا دي فام كبحالنا عادي تكون كبحالنا كيجيبوا وتقول غير زوين كيفاش البطالات، زوينين علاش لي مانكا ما كيديروش مانكا اوفر سايز مانكا شويه دابا بيضه ما تنخسر عاد باش ولاو تيديروها مي بون ولاو ولادي ما كيديروا كانش ما قبل ديما 36 30 تيوريو لك هذيك لا بارفيت لا فام بارفيت، علاش تحبكم ما كاينينش دي فام اونتربرونوز كتير اغنى امراه في لي بي دو غولف، اغنى وحده اخشي من ديك امراه عاديه بالحجاب ما تتبانش، واش نشوفوها ما توروهاش لنا ما تبانلكش اصلا ما هي اصلا ما نساليهاش اصلا لا دابا راه واحد القضيه دابا حيت انا كنفهم الناس اللي عايشه دابا في الكافي وهادي وهادي كيجيب لها الله خاص اخت كليس خاصه يديها هكا وحده كدير لها مساج وحده كتصايب لها الضفار وحده هذا، والله ما تعاش اصلا حياه، تخيلي معايا امينه شي حياه كلشي كيديروه صحيح لي بون في الدار كامل ولادك الناس مقابلين ولي نونو ما كتقربيش لولادك كتجي كدير لي بيزو كتقول لها طلعي من البيت بحال الافلام التركيه كي كتقول لها طلعي الدراري البيت ينعسوا غير كيبوسوك ما كت ما يمكنش خاصك تلعبي مع ولادك عرفتي غتمني ما غتبقى عندك حياة تسوق كل واحد ليماج من الحياة والله طبيعي.
انسان ينوض يصلي صلاته ويخدم خدمته يطلب الله هذاك وبيان راني سيغ الله اي لا حاجه بجد تطلب بها تطلب عليه غادي يعطيها لك. الا فريمون وحده كانت في الدوره واحد الحاجه واحد لابارتي تاع بعض المرات الانسان تكون حاط هدف وهو فاش تدخل معاه تتقلبي معاه ماشي الهدف ديالو تلقاه ما تقولي انا اي كنت سعيده سميتها عرفتها هي كانت سميتها بسميتها انا هذيك كنت ماشي ديالها سعيده اصلا في الاخر جات قالت لك حيت الناس داروها انا ما البنات غنديش شوف البنات طبيعي ما البنات يكونش والله العظيم عندك وغادي شغف يكونوا شوفوا غادي طبيعي يكونوا تعكزي بزاف عليه وغادي يكونوا بزاف البنات معانا خضر دابا تبارك الله 260 شوفوا هادي ديما بداو تفكروا فيها اوغوزمون انت كاينه ماجده قلت لك لو فات كو تتبداي تتقولي انا بغيت نكون داريه علاش كنت تهضر على الثراء اي كوميرس الفلوس سي لا مود سي لا مود اون سي لا مود وتاني حاجه فعلا كاينين الفلوس ماشي ما كاينينش كاين اسم الله كاين الغني والوهاب وداكشي كاين كذب عليكم كاين بزاف اللي قال لكم اي كوميرس ما فيهش الفلوس فيه الفلوس آية في القرآن قال لك ربي أليس الله دي كانت بكاف عبده عبده دونك دو مومون انك كتخدمي غادي تلقاي الفلوس ولكن ولا سوف ماشي يعطيك ربك فترضى ترضى تخيل تترضى اما اللي الموضوع اللي بغينا نجيبو ليه حنايا هو دي تكون باغيه ترى وفاش بقيتي تهضروا نهضروا لقينا معاكم فينالمون هي باغا راجل موظف عادي هذا هو بالنسبه الترع لها ترى بالنسبة هي تكون عندها فيلا يكون عندها تحت الفوق بحال العظيم ويكون راجلها خدام يجي يكون عندها طوموبيل هذه هي ترى بالنسبه لها وفي بالنسبة لها الاول كنظن اش كانت دايما بالنسبة لبزاف الناس هو في الاول اش كانت تقول تقول لك دي مليونير بغيت يكون مليونيره امراه فاش بدينا حيت تنجي كلشي كان كيقول هكاك دونك اول من بعد حاجه من جينا هي عادية هذيك راه فراسك ميسورة انا كنسميها ميسور ميسورة الحق هي حريه ما الثراء راه حاجة ياه اخرى الثراء راه حاجة اخرى بزاف الناس فاهمين غلط اش كاين مثلا الثراء كاين اللي فاهمه في رمى صغيرة فيها واحد ليكزارسيس 40 اللي كنت درت فيها ماجده داك ليكزارسيس نتاع اللي درتي لنا في الدوره نتاع نوح هذاك كانوا اللي بزاف تقدر درتيه في الدوره ولا في جلسه خاصه تقدر هذاك اللي تحددي فيه الاولويات نتاعك ديال الفيزيون لا هذاك لا بلاتي ديال القيم القائد ولا ديال اللي الفيزيون درتيه معايا شكون انا في لا سيونس نتاع ديال فاش حددنا القيم ديال القيم القيم كنت راه بعض قيم المرات تكوني باغي شي حاجه ولكن انت القيمه الاولى نتاعك ماشي هي ديك الحاجه راه ما غاديش لا تسمعي وبالعقل القيمه الاولى الواعي ديالها كي خرجت الريزيستونس بالعقل الواعي ديالها هي عندها واحد الترتيب ديال القيم انا بهذاك ليكزارسيس كنخرج ليها الترتيب اللي عندها في العقل الباطن حيت انت كتمشي في حياتك بالترتيب ديال القيم اللي عندك في العقل الباطن وخلتي بالوعي مثلا القيمه الاولى كتقول عندي القيمه الاولى هي الفلوس الثانيه هي الصحه الثالثه هي الحب الرابعه هي العائله اغلبيه تقريبا كتخرج من العائله هي الاولى في العقل الباطن عاد كتخرج لها مثلا وكاين اللي كتخرج لها الحب هو النمره 19 اخر همها وهي في الواقع دابا كيسحب لها بعقلها الواعي بانها راه الا تزوج الحب راجل باش نكمل خصني حياتي نتزوج وهي راه في قائمة القيم اللي عندها في العقل الباطن ما كاينش ما كاينش بحال واحد الجوج تفكرتهم كتسحب لها كاع كتقول لي كيسحب لها راه كتبغي راجلها وزعما لا مو وداك الشيء في الاخر والحب والله ما خرجنا الحب خرج اخر اخر حاجه خرجت العائله الاولى النجاح كل شيء الوليدات كل شيء تل الحب هو الاخر اخر همها مرا براتي دونك هاد هاد ليكزارسيس انا جو كونساي الا خديتو سيونس مع ماجدة ديالي تعرف لا غندير لهم في دورة التغيير ضروري دورة التغيير ما يعرفوا القيم ديالهم وعندي لهم في ديال الفيزيون ديال الفيزيون واحد دابا الفيزيون عندي بزاف ديال لي تكنيك اكثر من 10 واحد التكنيك درتها مع سميتها شنو غنسمي اللي دايره معاها لايف راك عارفه انت اللي دايره معاها تيمونياج لايف اللي دايره معاها لايف تيمونياج كانت معنا في الدوره الاولى عرفتي اش كتب درت معاها درنا بزاف ديال الفيزيون درنا فيزيون حيت هي ما داخلاش عندها شي مشكل في حياتها بالضبط كاين شي حوايج خفاف دي بلوكاج هبطنا لهم ولكن هي كانت واحده اصلا لا الدوره لا لي سيونس قالت لك بغيت نكتشف البوتونسييل ديالي اللي عندي لداخل
انا عارفه ان عقلي الباطن وسميتو عندي العجب ما نخرج، بغيت نخدم على عقلي. انا عارفه هاد لاماشين ديال العقل الباطن عندها واحد القدره خياليه غتوصلني اي حاجه بغيت، هي داخله باش تخدم عليا. دونك خدمنا على فيزيون بزاف بزاف ديال لي تكنيك. واحد التكنيك واعره هي اللي غنديرها اليوم سميتو، ديال المهم كتكوني ايبنوتيزي 50% وهذا، واحد الطابلو ديال الفيزيون ديال 12 حاجه بالعد العكس، عجيب. واحد التكنيك تتفكرني نديرها الفاسون بتاع عجيب. الكائنات الواعره واعره. وخذوا البنات اللي بغاو يديروا فريمون، خذوا الدوره الصغيره لك عجيبه. لكن في عاد لي زيكزارسيس فريمون واعر، اكزارسيس واعر. بدات تشوفي راسك جديده اصلا، اشنو علاش خصك تخدمي اون بريوريتي مادام تفهمي راسك اشنو اللي عندك اولويات، تبداي تحطي صافي تبداي تخدمي عليه حقاش انت باغي. حاجه اهم حاجه كنا تنديروها حقاش حنا ضروري نديروها، فاش تكون عندنا باغي نديروها راه ماشي ضروري نديروها. يا نرجعوا اليوم الصلاه، راه الصلاه بغيتي تصلي ماشي ضروري تصلي. كاين فرق كبير كبير. انه انا بغيت نصلي راحه، ماشي راحه باش نستريح منها، تهنيت منها راحه حاجه ترتاح فيها. فرانك قريت ديغنييغمون البارح ولا امبارح قريت في ذاك الكتاب اللي كنقرا بانه سبحان الله العظيم الدماغ نتاعنا ثقيل، ما عقلتش على الرقم بالضبط نتاع شحال فيه من غرام، ولكن سبحان الله العظيم دايروا لنا الله كنحس بالجنين سبحان الله العظيم، كنحس فاش الام تكون حامله هو ثقيل، ولكن داك الماء اللي كاين في الدماغ هو اللي خلى انه الدماغ يكون خفيف. يلا واش شوفي بحال البيبي فاش تكوني حامله هذه يكون خفيف حقيقه كاين فوسط الماء. لو فيت سبحان الله العظيم انك تسجدي داك السجود الركوع تيخلي داك الماء تتحرك، الدماغ تيخدم كيخدم. بزاف د الحوايج راه صح، راه قال لك على الدوره الدمويه، شحال ديال البحوث في الدوره الدمويه كتدور في الجسم، شحال ديال البحوث داروا الاجانب بان ما عرفتش شناهي، واش السرطان اللي قليل عند المسلمين ولا شي مرض قليل عند المسلمين اللي كيصليو. علاش اليوغا انتي بغات الخير تيديروا هذوك لي زيكزارسيس وتيقول لك اجو مو سون غولاكسي، راه انا مشيت صليتي مزيان قلت السجود على حقك راك غولاكسي. كاين واحد الفيديو دابا نصيفطو لك، ولدي قتلني بالضحك، ولدي قتلني بالضحك. جاي عندي ماما شد الصلايه وجلس عليها وهو يدير تربع ودار الايدي هكا، انا عمرني درت اليوغا في حياتي، وجالس كيقول تربع وكيدير ليا قال لي جلسي تنفسي. قلت له شنو غنقولو؟ قلت لي شنو غنقولو؟ وقال لي غنسكتو غنسكتو. كيدير لي هي سكتي كنغمض عين دابا صافي كبير. قلت لي تعلمت هادشي كيدير لي في المدرسة، المدرسة كيديرو لي يوغا وجيمناستيك وداك واليوغا وسميتو اليوغا. راه حنا عندنا اصلا في الاسلام عندنا في الاسلام السكوت، السكوت قوة الصمت، قوة الصمت، قوة الصمت، قوة الصمت. اشنو قال لي الله عز وجل باش يتحقق لي؟ قال لي اسكت للصمت 3 ايام على الهضرة. الهضرة علاش غنجربها 3 ايام صعيبة مع الاولاد ولكن قريب قريب عارفاني ما تجرباش بخوا جوغ. لا لا دابا عرفتيني غادي نسافر، ولا جربت النهار وداك الشيء، دابا انا غندير 3 ايام غنسافر ما غاديش يكون معايا ولد باذن الله. الله باذن الله. لا مو فريمون البنات اللي وحده شي وحده اللي فريمون شي حاجه اللي باغيه. شوفي الا كان عندك الضيق وفي واحد المشكل راهي سكتي واحد 3 ايام، واو خيالي واه انهار جربي انهار في الاول، ولكن خاص يكون الذكر، كتذكري الله وكتصلي في هاد اليومين وكتقري القران. ايوا تتحطي التليفون ما تتقيسيش، وتتجلسي تتمشاي تخرجي تمشاي سبحان الله عليك كنت كنت تلقاي جواب. هذيك البنت اللي قالت لنا قبيله كان ما تلقاش جواب، اي هذيك قالت لك انا ما عنديش الصبر كنتعصب وزربانه بغيت الحل في البلاصه غتصور 3 ايام من الهضره. لا قلت لها قلت لها ديري هذيك زيكزارسيس غادي تربي بانك خصك تصبري. اوكي باش ما تفهمش غلط انا ما نقصتش منها هنا، لا علميا زعما منطقيا اللي شفناها قالت لك انا كنتعصب غير كنبدا نفكر فين كاين الخلل، كنتعصب بغيت الحل في البلاصه. الا كتعصب في البلاصه ما غاتصبرش 3 ايام منطقيا، لا راه ما غاتصبرش تصبر 3 ايام حاجه قلنا بحال قلتي اكزارسيس بداي بساعه ساعتين بداي، لا تبدا بساعتين
تدرج. ايه ساعتين تقري فيها الله، قراي القران انا اصلا بعديك. سبحان الله العظيم اصلا ما سي با تو الموند اللي يقدر يديرها اصلا. وكتكتبي الافكار كاع اللي كيجيوك كتكتبي في كتاب، كاع الافكار اللي كيجيوك كلمه متقطعه، ماشي بالضروره يكونوا جمل و دي باراغراف واش كاملين جمله مفيده، واللي جاك كتبي غيبداو يجيوك حلول. انسان خصو يسكت في حالة غضب. اكزاكتو، تخيلي جوج الليل عندي انا نوضة. سير اختي سميتي بحال اخر ايوا كان كنت سعيده الله يجزي، سبحان الله الله يبارك. كيجيو هكا على تيجي بلا هكا كيطلع سبحان الله. بعد ما درنا على بزاف د الحوايج ان شاء الله باذن الله. جو سوي سور هادي كو هاد الهادي الدوره غتخرج حسن، غتخرج زوينه حيت فيها التغيير، غيكونوا فيها دي زيكزاك اليوم زوين. فاشل، اليوم 20 الجروب الاول غيبدا نهار واحد. نورمالمون كنا غنبداو نهار واحد، مي الجروب دابا بزاف بنات تزادوا، غنشوفوا الوقت المناسب ديالهم. كاينه اللي قالت لك نهار واحد ما مساليش، غنشوفوا بين نهار واحد وخمسه إن شاء الله السيمانه بإذن الاسبوع الله، الاول إن شاء كامل الله بإذن شهر ثلاثه، يعني غنشوفوا النهار اللي مناسبهم والساعه بالضبط، حيت هذاك النهار اللي غنختاروا غنبداو نديروه كل سيمانه نفس النهار. بيان سور الا شي بنات خرج لهم شي بلان ديكاليو داكشي وسميتو صافي. هي هذيك انت غتسالي شهر ثلاثة أربعة خمسة، غتسالي حتى الاخر ديال شهر خمسة الدوام الله بإذن شهر. الله، غادي يكون فيها عرفتي تغيير بالنسبة حياتي. للناس اللي بالنسبة للناس اللي داخلين على قبل أهداف مهنية ولا خدمة ولا بيزنس غادي تكون تفضل. زوينة. علاش شهر خمسة؟ عارفة التجارة في الصيف كيفاش كتحرك كالضوء، نقلة شنو هذيك خيالية ديجا بمع رمضان، ديجا حركة الصيف، رمضان كل ديجا شي باغي يشري حوايج، كل شي باغي لا لي سيرفيس لا سميتو، الحركة دايرة الصيف، لا النقافات، كل شي كل شي خدام، العراس خدامين، كل شي. يعني تغيير بالنسبة للناس اللي فريمون. باغيين على قبل خدمتهم يطوروا منها، نظف معتقداتك، تحيي العادات الخايبة، هذه بزاف المراحل غندوزو منهم. ثمانية الله بإذن الله. زائد غنطلقك مع شهر خمسة، هجوم هجوم. واصلا عجبتني حكايه سورتو هاد الاولى حيت غادي تبدا في رمضان، عجبتني طاقة رمضان خطير. فقط رمضان فقط بديجا يعني الروحاني غادي طالي، الدعاء سبحان مستجاب، ليلة كل عربة تكون القدر. بغداد. تخيلي معايا عجبتني انا حاجة تبدا هكا الطاقة نتاعها غتكون زوينة، ما كل حاجة كرهتش غتكون انا، زوينة. نقدر عرفتي واخا غادي يجيني صعيبه وسيرتو مع رمضان وداك الشيء، ولكن يعني الجروب الثاني هو قرب يكمل، الجروب الثاني تا هو الا كمل نقدر ناخذو حتى هو نبدا معاه في رمضان، ماشي كويس زوينة كون حاسه والله. كل سيمانه. ما كرهتش طاقه رمضان زوين، تقدر بدا هي من واحد زوينة الناحيه ما خصهمش يتهدوا ليا مع الصيام وداك الشيء، ما كاينش العادات الجديده كل شيء غيدير داك التحديات، خصهم بيان سور يستغلوا غادي يكون. طاقه رمضان، ماشي عاد تقول لك ميته شوفي قضى عليا رمضان. شوفي شوف هو غيجي في البرد قريبا، غادي يجي في البرد، وزيدون ماشي كاع على كيسيون تاع البرد، اللي بغى يدير دورة تغيير الا هو خدا بعدا قرار التغيير، ما غاديش يجي الدورة تاع اكزاكت التغيير شي حد اللي ما في اللي ما في ما يدير، ما غاديش ياخد دورة التغيير. واو بالعكس رمضان كيحفز، يحس رمضان عرفت وجنين بغيتي رمضان وسيرتو انه الدورة ديجا انا شفت لي كروند ليني بتكون واعرة سكتي خلي السيستم. لا ان شاء الله بتكون شوفي واعرة. ابار طاقة رمضان، الطاقة ديال رمضان خطيرة رائعة، كل شيء مضروب في عشرة، زائد هذيك طاقة الجمع، هذاك الطموح. تخيلي معايا جروب في 20 كل وحدة شيء بيت كلهم الهدف ديالهم واحد، كل الهدف ديالهم التغيير الأفضل، واحد الطاقة، واحد الحماس، واحد الموتيفاسيون، واحد عرفتي كتكون في طاقة رائعة. أنا بعدا أنا بعدا كنتشارج معاهم، ياك كنعيا باش كنسالي الحصة، وفاش كنعيا راه ما كنعش لي كامل، أنت كتشهدي كنعيط لك كامل الدوبامين طالع، دوبامين الأدرينالين طالع، ما كنقدرش بكثرة الفرحة، كيعطوني واحد الطاقة زوينة كيشارجوني. لانه واحد الانسان مستعد كتحسي سبحان الله العظيم باش تعاوني الناس، دابا باش تكون انت ديري شي بيان ولا شي سيرفيس ولا اللي كانت ديري في خدمتك، ولا تحسي موراه بانه الانسان مستعد وباغي تقدر واحد الحاجه تغير لك شفتوا مع حياته. التيمونياج في الاخر كلهم كيبداو مجده، هذه ما كرهتش نبوسك من هنا ومن هنا، ما كرهتش ديك الساعه صافي هذيك التالي ومعايا الثاني كان خطير، داك هذاك التيمونياج ديالهم التيمونياج كيبغيو يبكي. الثاني ان شاء الله يكون ايوه الخير باذن الله و طوفيتو ان شاء الله ايوه نتلاقاو. انا غادي نكون يلا معاكم
كان باي. لايف جميل. انا اسمحي لي باي. واحد الحبيبه ديالي. وتبين ما بغاش بدا تحط لنا لي بودكاست في القناة، غادي نبدا، تنعسي غادي نبدا، غادي نبدا ان شاء الله باذن الله، غادي نبدا نديرو عيد فيها بودكاست. قناة غادي نبدا صيبات واجدة، غادي نبدا حط لنا اول بودكاست بودكاست، كونوا غادي نديرو بودكاست. اكيد لي بودكاست غيكونوا خطيرين. غادي نديرو بداية. شوفوا العنوان خيال العجب من عند الطريق، أمينة. أمينة راه بداية فرانية خارق. هنا باش تعرفوا، هنا راه دايرة فران. أمينة فاصون هنا راه في فران، البودكاست ما غاديش يكون، باسكو هنايا ما الناس يكونش عارفه فران. حيتاش فاش تكوني في البودكاست الناس اللي تيجيو يقلبوا، ماشي سي با ان فلوغ. دابا القناة عندها فيها زيرو، يلا بادية من الصفر، دارت بداية محتوى مجهد غير الناس المجهدين في الوعي صح. ديجا غيجيو، ماشي هنا كاين واحد الناس ديجا يعني سي با فلوغ دي تو، حاجة انا فلوغ يعني تبعيني انا على واحد الكونتوني، ما انستغرام مهتمينش بهذا المجال. يعني اصلا الناس القلال اللي مهتمين هما اللي كيتفرجوا لي لايف ديالك، كانوا 4000 فيو كثر، يعني هاد 200 150 هادو الناس اللي واعيين. ولكن عاوتاني هنا ما كنقدروش نكونوا عندنا نفس الحريه، ف صادفي لي عندك شي بودكاست نهضر بحريه. بيان سور غادي نديرو بدايه ديجا الاولاني غادي يكون واعر ان شاء الله. ان شاء الله بيكونوا كلهم راه تحط الاولاني، نحط لكم اليان، خاصك تحط اليان ديال القناه ديالك في البيو ديالك في انستغرام. ان شاء الله باذن الله غادي نحطها. انا حط لكم دابا اليان ديال القناه ديالها في ستوري، ان شاء من الله دابا بداو تابوناو وديروا فعلوا الجرس باش ملي تحط اول فيديو يطلع لكم. غادي نديروا، غادي يكون داكشي زوين. ولكن صدقي لا صاحبتي، صوري في الغابه وانت كتمشي، صوري في الغابه وانت كتمشي، غادي ما تبينيش، غادي تكون شي حاجه زوينه، غادي نديروها بطاقه زوينه وسيرتو البنات، سيرتو الناس اللي بغاو يستافدوا، غادي يكون فيهم استفاده مزيان ان شاء الله باذن الله. ونهضروا في مواضيع اللي غادي يكونوا شويه قاصحين، ما نقدروش نهضروا فيهم بحال هكا. خاص بودكاست تفيد تسمعي، خاص انت دير السبور تسمعي، تدير الميناج تسمعي، خدام غادي في الطريق تسمعي، تستافدي من الناس تستافدي، ماشي غتفرجي ما نضيعش انا الوقت ما تفرجيش. اكزاكت. الله يكون استفاده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. خاصني بون حبيبه ديالي. يلا. السلام عليكم. بيزو بيزو. السلام عليكم. باي 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 باي. السلام عليكم. اوبس.